بسم الله السميع العليم وبه نستعين، وشكرا جزيله لكل الحضور وبمقاماتكم السامية نرحب بكم. نتحدث أولا عن البدايات بتاعت الشروق. نحن كان الهم الأساسي الأول اللي هو حقوق العاملين، بدينا بالفكرة بتاعت الحقوق بالنسبة للعاملين، وبعد ذاك جات كوكبة كبيرة جدا يعني من الإعلاميين والأساتذة داخل السودان وخارج السودان لعمل هذا الصرح يعني. Welcome everybody, ladies and gentlemen. Good evening for all of you. First of all, we're very pleasure for having you here. The first thing what we focus in to give the right to the employees who used to work for us. And we're trying to dedicate ourselves to invest more and more and trying to be better from yesterday to repent and new things. الفكرة بتاعت شبكة تلفزيون الشروق هي نبعت من المجموعة اللي كانت موجودة معنا من إعلاميين داخل السودان زي ما قلت وخارج السودان، اللي هي عندنا الشروق 1 اللي هي هتمثل الإعدادات القديمة اللي من المكتبة بتاعت الشروق، وفي الشروق بلس 2 اللي هي هتكون على نايل ساد. و زي ما تحدث الأخ محمد عكاشة عن الرؤية بتاعتها، التركيز بتاع الشروق أو الشبكة عامة إحنا تركيزنا على الريف وعلى المناطق المهمشة والإنسان بتاع المنطقة. ركزنا برضو على صحافة الموبايل اللي يضغط لنا كل المناطق في السودان من القرى والنجوع. Ladies and gentlemen, as we know that now we got two satellites to broadcasting our Churug network channel, and also we're dedicating to invest more and more. Now our vision is to invest in young people. We would like to give them the opportunity to express themselves and to look forward to improve and develop their situation and move forward to develop this country. بالنسبة للشبكة زي ما قلت اللي هي فيها القناة الأولى والقناة الثانية بالإضافة إلى الإذاعة، الفكرة بتاعت الإذاعة هي هتتناول باللهجات المحلية واللغة بتاعت العربي جوبا بالإضافة إلى لغة التجرينجا والأمهرية بالإضافة لعدد من اللغات للجاليات الموجودة هنا. الرسالة دائما زي ما احنا اتفقنا مع المجموعة اللي هي قامت على إنشاء هذه الشبكة، الأول المستهدفين إحنا الإنسان السوداني اللي هي كل المجموعات في الريف زي ما قلت وفي القرى والارتقاء. دائما إحنا بنحاول نناقش أو نتناول القضايا اللي هي بتاعت الفقر والتنمية والعلو العرقي والأشياء والسلام وكل الأشياء المنقصات في المجتمع السوداني، نحاول بقدر المستطاع بأننا يعني نحلها بوجود عدد من الخبراء والعلماء في هذا المجال يعني. The next step we're going forward to look to the countryside to look for development, and we're trying to have a lot of use this work together and trying to develop these things. So also the first thing we used to be established the radio. We have a local language and we have Arabic Chuba. That's for people who would like to have more very difficult polygamy about than you. So we're talking about many important things that could make a process and could be in your visions. It could be in you for the channel. برضو من هذا المنبر أنا بدعو يعني الجهات المسؤولة ورجال الأعمال أنه الناس تهتم بالإعلام، ويعني بالنسبة للإعلاميين نفسهم يعني ما في أي اهتمام يجدوا بالإعلاميين أو الإعلام، كل الناس بتأخذ كل الأخبار من السوشيال ميديا، ولكن في إشكالية كبيرة جدا جدا اللي هي وسائل الإعلام الرسمية كانت أو الخاصة ما بتركز على القضايا المهمة. نحن في شبكة وتلفزيون الشروق بقدر المستطاع هنحاول يعني انه ندي الخبر المصداقيه بتاعته ومن المصدر بتاعه يعني. In Ashuruq, we're focusing about developing and we care a lot about investing, and we asking and give this question to all the journalists in Sudan for working together in a collective work that we can develop our journalists in Sudan could be in a modern way to work together to create a new generation with a good society and have a background about how they collect the resource to broadcasting it in a very good way. الاستهداف بتاعنا كان للشباب،
يعني التركيز كله كان على الشباب. هسه احنا خرجنا حوالي 38 متدرب من مذيعين لمذيعات لمنتجي برامج، واشرف على التدريب يعني عدد من الاساتذه الاجلاء امثال دكتور احمد الحاج واستاذ عبد القادر الكتيابي وجمال الدين مصطفى والاستاذ محجوب عبادي وعدد كبير جدا. يعني الاهتمام يعني التركيز كله على الشباب، حتى صحافه الموبايل نحن في المناطق النائيه والقرى والنجوع نحن بقدر المستطاع نحاول يعني نستهدف الشباب في التواصل بصحافه الموبايل، بالاضافه طبعا للمكاتب الخارجيه. احنا مركزين في تنسيق كامل مع جهاز المغتربين ووزاره الخارجيه، فانا اطرى علينا المكاتب الخارجيه حتى نكون في ارتباط وتواصل مستمر مع كل السودانيين في الخارج وفي الداخل. Our new things also we're focusing in the UNS and we established a new center for training the new trainee to develop them and work hard to tell them how they can work in a professional way. So now we trained its members and we assure you that they are well prepared now and they are ready to be in the right place for broadcasting, for reports, for their use and for the radio in many two different languages. And also we will take permission from the Ministry of the Foreigner for give us the permission to collect news from outside Sudan and use to work with them in very cooperative, in a nice way to collect new things, could be the modern things for this network. ايضا في الاخبار احنا مركزين على القسم بتاع اللغه الانجليزيه في الحوارات وفي الترجمه وفي بعض البرامج احنا هنعمل عليها سب تايتل مثل العادات والتقاليد بكل يعني مناطق السودان حتى نعكسها للخارج. يعني بمعنى شنو؟ انه الشبكه ما حتكون يعني الرساله بتاعتها داخليه، بل حتكون حنغطي بها كله العالم وبلغات مختلفه في تنسيق مع السفارة البريطانية، وفي تنسيق إن شاء الله حيكون مع السفارة الفرنسية حتى تكون في مجلة فرنسية ومجلة باللغة الإنجليزية نحكس نحن على 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 يعني احتياجات السودان من تنمية وإلى آخره. يعني also we will be indicated our time to work together. Also we will be in sense a match to the US to the UK embassy to work with us and develop this kind of things. Our English department is focusing about developing, about the daily life, about the Sudanese, about how we can work forward to develop ourselves and give the opportunity to the young people to express themselves. And we're working so hard because English language has become the language that become required. So the thing is, we would like to reflect our local community, our culture, our terms to the people inside Sudan and outside Sudan. الشبكة مفتوحة لكل السودانيين بدون فرز وبدون أي يعني توجه معين، توجه وطني يعني للمشاركة للجميع فيه. بنطلب يعني من كل المبدعين والإعلاميين المشاركة في هذا المشروع الوطني الضخم. زي ما قلت لكم هو فيه مجموعة نسيت ما أذكر اللي هو مركز الدراسات البحثية والاستراتيجية، وده حيكون رافد كبير جدا جدا بالنسبة للشبكة والإذاعة، زي العلاقة ما بين فرنسا 24 ومونتي كارلو وعدد من الباب مفتوح لكل الناس يعني أن تشارك بأفكارها ببرامجها بكل أشياء. وإن شاء الله أنا أتمنى يعني العقبات حسا اللي بتواجه القناة أن الناس بقدر المستطاع أنها تذليل لنا، والمبنى الجديد طبعا لسه هو تحت ودائر عملية بتاع التشطيب للمبنى موجود، لكن بنحتاج للاستديو للاشياء دي يعني انها تكتمل. فدي مناشده هنا لكل الحضور وكل رجال الاعمال والمسؤولين انه يعني يفتحوا الباب للاعلام مش للشروق وحدها يعني، ويضعوا الاعلام في نصب اعينهم يعني. Our doors is open for everyone and also we asking again for the, all the journalists in Sudan to help us to work with us to develop this new place. So we're also asking everyone who would like to give any opportunities, he would like to give any suggestions to come and welcome. And we would mention that again, our hands is open, our doors is open, and we all going to listen to you because we would like to invest in our youth and this could be the fairest priority for all of us. شكرا جزيلا. Thank you very much.